هذا يا معلي سقار، هذا ب 400. قد رقمك علي؟ 077 40 50 97 60. تجون علي يا معلي سقار. هاي سهم ب 400 400 ألف. يا معلي يا ابو حسين علي السقار 13 ونص ب 13. ابو حسين صقور شو تريدون موجود؟ قبل طلاب شنو الملاحظه اللي عندك؟ الملاحظه تحياتي للمحافظات خاصه ناصيه شيخ سعد بوانيه، تحياتي لهم الاربيل موصل غيرها وغيرها. يدورون توصيل يعني كصقوره كابوهم كهداهد، يعني انا ما عندي توصيل، يعني ارجو المعذره، يعني اكثر شيء يخبروني علي اريد ابوهم مثلا وتوصيل، يعني توصيل انا ما عندي، يعني حيل ارجو المعذره. تحياتكم يا حبيبي. بس داخل بغداد؟ بس داخل بغداد. توصيل 5000 دينار. هو ما صقر اي شيء، رقمه موجود على اليوتيوب، على قناه محمد تي في، على قناه طلال، امام تي في، على قناه التواصل. ايش قد رقمك حاضر؟ 077 14 81 37 88. فوقكم علي الساعد. تحياتي لك حبيب قلبي. طيب. على 50 على 50 الزوج. يعني 35 الزوج 35 على 750 ألف متكلم كاسكو. يا باي على 10000 بلبل. أحلى جولة اليوم، زين لا تنسون اشتراك متابعة ولايك. سوق الغزل جولة كل جمعة إن شاء الله وياكم، أخوكم طلال تي في. على 35 الزوج ب 35 بي مجال. هذا ب 350 وهذاك ب 250. هذا بيس 200. هذا 200. هذا ب 300 وخاطركم بربع 250. ايش الريم هذا؟ ريم 550. ريم عراقي؟ عراقي. وحشي لو لي؟ لا مال محمين. ها؟ هاي المينا 150. مينا؟ عبود؟ احكي لك اياها. عبود؟ مينا؟ بابا حبيبي مينا ايش سعر يا ولد؟ ايش سعر؟ 150. مينا عبود بابا حبيبي قولوا الله احد مصطفى بابا مصطفى انا مصطفى مينا مينا يبقى اللي هنا شاي ولد غني مليون ونص بعد قد حلوات ما شاء الله. ايش قلت؟
500 في حله وعندها نثايه بناديه هذا درجه اولى بابا هذا غزال الريم عمره 6 اشهر هذا عمره 6 اشهر قد رقمك 077 ايه 11 8 4 5 6 7 9 محمد ابو زهراء من بلديه طرب شارع المرور عراقنا 07 9 0 1 9 7 6 0 7 5 تسلم للجميع تسلم على الولد عنده شو تريدون عنده؟ ماعز غزال انواع اشكال الوان كلها محميات تربيه واجب 500 ملكيات واجب الوقت شكر برصاصي يسموه هذا ب 25 اوف لاين اوف لاين نور الحجي شو حظك يا طيب الله يخليك كلك طيب انت كلك طيب رحم الله وديك حبيب قلبي حبيب هذا المصري 2000 دينار 2000 يبيعونه بثلاثه يعني هاي من تشتري واحد يشتري طيور شيء تشتريها ما عليه شيء هاي تاخذها من تجي هنا تجي تتسوق ماكو تخلي طيورك بيها عصافيرك تاخذ للبيت من تتسوق هذني على 150 فوق قد الواد الزوج هاي احلى نوعيه طبعا تدري لو كلش حلوه سردانة طويله ونازله اي بعد منين هذا ب 75 هذا هذا 75 واجهتني رضانات هذا باربعة وهذا بخمسة كبير هذا واحد وخمسة وعشرين الزوج بخمسة وثلاثين هذا صافي انجليزي الزوج و 45 بلا شنو ما ادري شو اسمه مصير اي شو يوتيوب يمكن هسه سوى تيك توك 30 ها 30 هاي 400 30 هاي البومه قد حلوه
ضربهم عندي ابو فاطمه تسو علي. على ايش قد هذا الضرب؟ على 15. على 15 ازواجب 160. هاي ازواجب 160 الف. هذا على 100 عشان يتعارك بابا يبغوا على هذا بابا. وهاي عبق ديناصور سبحان الله. بحد توجيهها ما بيك الرحمة. لا تبقى مزونة بالبيت، لا تبقى كلي لا يجيك. ما شاء الله، والله فتح ابن هذين النوعية. شكله يخوف. كأنه ديناصور بابا. هذا ب 100. هاي ناس سوق الهرات يا. ما شاء الله بعد جمال. عندي هذا هم هذا الجامبو يسوونه مولي الجامبو هذا راسيتين هذا خلاص ماله صحابين ها. وفي هذا البول هم حلو الزوج ما شاف 5000. وفي هذا عندي 3 ب5 هذا 4 ب5 هي على احجام كل ما يزرع حجمه يغلى اكثر. وهذا جيب خاص وعلى الوان هذا كلش حلو. هذا تيترا ماليزي طلع سعره 6 ب5 قبل كان ينباع ب5 الجوز سعره خاص يعني توفر طلع 6 ب5 عشيز هلا على 3000 شيلو خذ بلاش هذا ني على 60 1 هذا خلاص 70 يعني 5 ب5 يعني 5 سمكات و 5000 دينار والله ما عندي ناس سوق السمك مو عندي هذا 30 تكتب 10 زوج ب 12 700 750 تخاف ليش تخاف تعال شلون حلو هذا هذني على 20 الف لايك ومتابعه 125 زوج 6 تدري على 4 هذا ب 75 هاي عاد تعال هاي على 100 وعجين حلوة زوج ب 3.5
يا حيوان. ايش هاي؟ هاي العجوز. هذا 75 هذا بثمانية ما شاء الله ايش قد بابا هيك بمية قفلة وايش قد حلو وعيدة اسد شنو هاي ابو عظافيرة بس بابا عظافيره بابا لك جميلك انا احد متابعين نورت اخوي على 75 يا ابو فاطمه ايش قد رقمك؟ تفضل 7-7 ايه 7-7 1-6-1-6 3-9 اتصلوا علي اي شيء تحتاجون صقور نسوره اي شيء مستجداتي قنافذ عندك مو؟ قنافذ قنفذ لا قنافذ ما اتصلوا علي اي شيء تحتاجون اتصلوا علي واحد جمال هذا النوعيه كلش حلوه يطلع بالافلام بالمسلسلات جايبه ماركتين عندي بيش هذا؟ 5 ورقات مرتين جاي بعد 5 ورقات ومرتين جاي بعد وبيها النجار هاي حلو وكيع عارف شو حلو هذا على 50,000 كبير 75 وصغير ب60 قريب 10 وايد دجاج زوج 25 بمجال $350,000 وعجل حلوات هذا برامن بيض ماكو على 125 هاي البزازين الحلوه باي وين لك شنو الجمال هذا هذني ب10 ثلاثتين ب10 ما شاء الله جد حلوه الأرنب على 5000 على 4000 يقل حلوات أنا على 150 يقل حلوات أنا 150 ديج ودجاجة هذا ديج وعجل حلو هاي الدجاجة بعدك شلون؟ اي والله حلو ليش هذا؟ 35 هذا سعره 35 متوسط الافي يعني ما صار جديد ما شاء الله هذا يسموه باشق؟ باشق اللي الجانب يسميه عوسخ باشق احنا بالعاميه صقيله فاف يسمونه على 225 ثلاثتين يا بدن الزوج ب 25
شيء شباب لايك ومشاركة زين عيوني. واعذرونا على التقصير. ورحمة الله وبركاته من سوق الغزل، أريد منكم اللايك والمتابعة والسبسكرايب. الله يقلبكم، تحياتي. رحم الله.